عليكم يا رابع. اليوم سوف نتعلم الحجم. ما هو الحجم؟ هو مقدار ما يشغله الجسم من حيز. الآن سوف ندرس وحدة قياس الحجم والمواد، إما سائلة وإما صلبة. تقاس بوحدة السائل المليلتر ML واللتر L. ونتعلم الأداة وحدة قياس الحجم والمواد السائلة المخبار المدرج والكأس المدرج. تعلمنا وحدة قياس الحجم والمواد السائلة، والآن سوف نتعلم وحدة قياس الحجم والمواد الصلبة. تقاس بوحدة سنتيمتر مكعب M مكعب، المتر المكعب M مكعب. وصلنا إلى طريقة حساب الحجم: الطول ضرب العرض ضرب الارتفاع. عليكم، سوف أطرح عليكم سؤالا: أحسب حجم مكعب من الحديد طول ضلعه 20 سنتيمتر. الحجم يساوي الطول ضرب العرض ضرب الارتفاع. 20 ضرب 20 ضرب 20 يساوي 8000 سنتيمتر مكعب. وشكرا، وكان معكم الطالب ملهم جاد الله بإشراف أستاذي مصطفى سقفي.